صباح الخير صباح الخير. اليوم الفيديو حيكون واعر. اليوم هنقتل واحد الكابوس. اليوم هنقتل واحد الكابوس اللي خلع جميع المغاربة والعالم العربي والعالم اجمع. فيروس واعر 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 بزاف. الفيروس هذا فيروس كابوس غول نسميه بشتى ابشع الكلمات اللي هي البطن. البطن اخوتي كيفاش القضيه؟ كنمشي ابيلال كنمشي نتريني ما كطحليش الكرش كنعيا نخدم الكرش ما كتبغيش يطيح. ميمكنش شنو خصني نعمل ابيلال؟ شنو خصني ندير؟ شنو خصني نتريني؟ واش نخدم الكرش 10 د المرات؟ واش خصهم يزيدوا شي نهار ثامن باش نزيد نخدم؟ اخوتي البطن واحد المقوله مش مشهوره بزاف بزاف بزاف. البطن ما كطيحش في التمارين، البطن كطيح في الكوزينه. هذه واحد المقوله مشهوره وكاينين الناس كيعرفوا هذه الهضره. غادي نتطرقوا ان شاء الله لهذا الموضوع بالضبط، الكابوس المرعب اللي خلع جميع الناس. وغادي يكون واحد الحل ماكرهتي والله العظيم ماكرهت زعما انا يكون جميع الناس عارفين هاد الحلول، لان الحلول بسيطه خصهم شويه البحث. جوجل دخل جوجل، علاش ما تدخلش جوجل؟ علاش تدخل فيسبوك نهار كامل تينا فيسبوك تيك توك يوتيوب؟ علاش لا يوتيوب تدخل تفرج فيه، ولكن جوجل دخل بحال في جوجل راه كاين فيه بزاف المعلومات اللي غادي نتقفوا بهم راسنا. بلا ما نطول عليكم، الكرش اللي هي البطن اغلبيه ديك البطن كتجي تحت، هذيك معقده، هذيك شد فيها ضرب ما بغاتش يطيح. اليوم غادي نطيحوا يماها. ليطاب الاولى اخوتي شنو هي؟ كيف ما قلت لكم في واحد الفيديو ديال انقاص الوزن، نفس الطريقه الكرش ما خصهاش السكر. جبتي السكر جات الكرش، حيدتي السكر مشات الكرش. هذه هي الطريقه الوحيده. غادي نحاولوا نقص السكر تدريجيا اخوتي، وغادي ندخلوا واحد الاكتيفيتي صغيره في اليوم ديالنا اللي هي نبقاو نتحركوا نخرجوا نتسخروا نعملوا الرياضه نخلفوا نحاولوا ما نشبروش الطاكسي، نحاولوا ما نركبوش في الطوموبيل، نحاولوا ما نركبوش في الموتور الطوبيس، نحاولوا نخلفوا يكون النهار ديالنا اكتيفيتي كنتحركوا في الاخر النهار نكونوا مسخسخين. هادشي اللي كنهضر عليه ماشي شي حاجه اللي خزعبلات او شي حاجه اللي قال لي شي واحد، هادشي اللي كنهضر عليه هي تجربه شخصيه من عندي انا. صاخوتي بلا ما نطول عليكم، نحاولوا نقيو الماكله ديالنا. الماكله ديالنا تكون عباره عن ماكله مسلوقه، من احسن مسلوقه او مطيبه او مشويه. نحيدوا علينا الزيت ونخدموا كذلك بعض التمارين البسيطه المبسطه ديال عضلات البطن. فهاد الطريقه هادي لمده شهر او شهرين الكابوس المرعب ما غاديش يبقى. وهذا الشيء عباره عن تجربه شخصيه اخوتي. انا وقع لي واحد المشكل اللي هو كبير 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 بزاف، انني كنت مضارب مع الكرش. وشنو كنت كنعمل؟ كنت كنمشي كنخدم تمارين في الدار والونطريما والحديد والروينه باش طيح الكرش. والله ما طيح، وانا كنحلف عليها. حاجه بسيطه عملتها في حياتي، نقصت السكر، دخلت الرياضه، دخلت كارديو، جراف في الصباح، باي باي الكرش، باي باي شي حاجه اسمها البطن او الكرش. المهم اخوتي كنتمنى انكم استفدتوا في هذا الفيديو. هذا الفيديو ما فاتيته 5 دقائق ماشي مشكل. دعموني باللايك، انا قلت لكم هذه الطريقه مهمه بزاف. واذا بغيتوا اي استفسار او اي حاجه دخلوا عندي الانستغرام ديالي، ها هو انستغرام بلال فاهم. تابوناو عندي في انستغرام، تسردوا لي ميساج ان شاء الله، لان ما يمكنش تسردوا لي ميساج بلا ما تابوناو، ممكن ما يجيليش ميساج. اي استفسار بغيتي تغلط بغيتي ترقاق تزيد في الطاوله تنقص في الطاوله اي حاجه تسرد لي ميساج وانا غادي نجاوبك ان شاء الله. موعدنا في الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو الاحباب.